السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واش راكم البركه والله يدخل عليكم رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه والهنا. اليوم مع شهيوات رمضان يعني كنحتاجوا الصفوف. هذا الفيديو جديد مع حلقه جديده ان شاء الله مع ترموميكس كويزين ماروكان مع فاطمه. تابعوني حتى نهايه الفيديو، غادي نصاوبوا جميع الصفوف اللي كنناولوهم في هاد شهر رمضان. المغاربه كاملين كيعجبهم هاد الوصفه هادي. على بركه الله انا غادي كما كتشوفوا هالمقادير انا حطاهم، غادي نعطيكم المقادير ديال الصفوف. غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق كما كتشوفوا محمر، حمرتو وغربلتو يعني لازم تغربلوه تحمروه في الفران. عندي هنا 100 غرام ديال غادي نخلط معاه الشوفان، حمرتو حتى هو حتى كيبقى في هذا اللون هذا دوغي، غادي نضيفوه حتى هو في السلو ديالنا. كذلك كاين زنجلان كما كتشوفوا، الزنجلان عندي 250 غرام اللي حمرتها حتى هي وهذا كتحمروها في شي كوكوط تكون ثقيله اولا مقله ثقيله باش ما يتحرقش لينا الزنجلان. كذلك عندي 250 غرام ديال اللوز اللي هو انا خليته بقشورو وحمرته. وعندي ثاني هنا درت 50 غرام ديال الزنجلان اللي غادي نخليه حتى الاخر نضيفو مع هاد 50 غرام ديال اللوز اللي غادي نهرمشها حتى هنا. وعندي هنا حبه حلاوه مع شو سميتها حبه حلاوه والنافع هما مخلطين هنا. وعندي زرع الكتان واحد 150 غرام. وعندي هنا عويده القرفه مع المسكه الحره اللي كتخلي لنا الصفوف كتعلقوا، وكذلك واحد القبيصه ديال الملح. على بركه الله غادي نشعل لو غوبو، حيد الكوفركل، وغادي ندير دابا المسائل الاخرى اللي غادي يطحنها لي الترموميكس. غادي نبدا على بركه الله غادي نطحن عويده القرفه مع المسكه الحره. غادي ندير غادي ندير 5 سكوند ليا غادي ندير 30 حتى 40 سكوند فيتاس 10. شوفوا كيفاش واش طحنت كيما بغيت. غادي نزيد نزيد 40 سكوند فيتاس 10. غادي نضيف الزنجلان وغادي نضيف 250 غرام ديال اللوز كيما ضفت 250 غرام ديال الزنجلان محمرين. غادي ندير بروغرامي 1 مينوت ندير دقيقه دابا في الاول فيتاس 10. هنا نشوفو ها هو بدا كيطلق الزيت ديالو كما كيبان لكم. درت له دقيقه تعلق دقيقة فيتاس 10. دابا غادي
نضيف غادي نضيف حبة حلاوة مع النافع أو زرع الكتان أو غادي نتالي نخليه نبروغرامي 30 سكوند السيوت ديالو يعني طبيعي ما غنضيف لا ادام لا والو هذا السلو او السفوف كل واحد شنو كيقول له يعني غادي نديرو طبيعي غادي نضيف دابا نزيد عليه هاد الشوفان لافوان ديالتي ديجا محمر غادي نبروغرامي 30 سكوند نقرب ليكم نبروغرام باش يبان وندير شوية الملحة لأن نسيت ما ضبطت شوية الملحة باش تهرسينا داك ثاني شوية ديال الحلاوة وغادي نشوف بيضة سمحوا لي نقص نحيد غير الجناب لان بقاو شي حبات طالعين ديال لافوان ها كتحيدو كاع اللي في الجنب باش كلشي يتخلط مزيان ديجا معلك غادي نزيد دابا طحين درنا زريعة حلا زريعة حبة حلاوة نافع غادي ندير 30 سكوند كما كتشوفو انا بالي بان بركة عليه من هذا يعني شوف يدم مزيان غادي ندير لو بول ثاني فاش غادي نهرمش داك اللوز والزنجلان اللي غادي نضيف عليها على الصفوف ونزيد ثاني الزنجلان
غادي ندير السرعه اللي غادي تحل ليا، غادي غير نهرمشو. غادي ندير شي 10 سكوند فيتاس 5. غادي نخليه بحال هكدا، نجيب لو بول لي فيه خلاص الخليط، غادي نضيف الدقيق باش يتخلط لي الدقيق لي عندي. بسم الله، 250 غرام ديال الدقيق اللي هي اصلا محمر ومغربل. غادي نقدر نخليه كيتخلط وانا كنضيف من الفوق. غادي نبروغرامي ندير خلاص واحد 2 مينوت نقرب لكم، لان الاخوات بزاف في التعليق كيقولوا لي ما كتقربش لينا الشاشه ديال باش يعرفوا اش من فيتاس. غندير دقيق جوج دقائق، يعني جوج دقائق فيتاس. غنمشي ندير فيتاس 4، لا ندير سونس انفيرس باش حيت غير غادي يخلط ليا، يعني ما فيش نزيد واحد نقولي 30 سكوند فيتاس 4. سانسافيرس دابا انا عاد قلبتو للسانسافيرس، لان بحس
نسيت من الطاكي كيطحن ما ديروش بحالي ما تنساوش ردوا البال. ها هو الصفوف ديالنا نشوف كيفاش غادي نقسمو دابا على جوج وغادي نخلي النص كيتخلط والنص خور ثاني تنضيفو هكذا ثاني. غادي ندير لاماتي مزيان باش كلشي يتخلط. غادي ندير ثاني 30 ثانية صوص انفيرس فيتاس 4. خلاص ها هو النص ديال الخليط غادي نحطو. انا ما بغيتوش يجيني كاع معلك بزاف يعني انا غنخليه غير دابا غادي نزيد هاد نص الخليط اللي نقصت باش يتحرك لي مزيان. غندير له 30 سكوند قرب لكم كنسى بارفو 30 سكوند ندير 40 سكوند فيتاس 4. انا هذاك النص بغيتو مدرتوش صوص انفيرس يعني يتطحن مع دابا غادي نخلطهم في لو بول. Mm-hmm.
انا غادي نخلط مع بعضياتهم. المهم هانتوما معايا حتى التقديم، هانتوما شفتوا كيفاش كيجي. انا بغيتهم يبقى مهرمش وما بغيتوش يجي كاع معلك. هو دابا كما كتشوفوا ما درت لا زيت لا زبده لا والو، يعني هاد الصفوف اللي هما سلو ولا زميطه ولا كواحد شنو كيقول لهم كيجيو هكذا هائلين وصحيين بدون ماده دسمه ولا حتى السكر. يعني درت فيه يلا العسل باش جمعتو باش حليتو شويه، ومع هاد العناصر اللي فيهم كلهم كيجي غزال. واللي بغى يزيد باش يخلي كاع يجي ميدم بزاف كاع كيزيد له ثاني فيه كيزيد يطحنو بزاف. انا كنفضلو يكون بحال هكذا هو بالصحه والراحه. وها نتوما تشوفوا معايا في التقديم ان شاء الله. ها نتوما الصفوف كيما جاو، يعني كيجيو حبه على حبه. انا فضلت ما نديروش كاع ميدم بزاف، دونك ما طحنتوش بزاف. وانتوما ليكم الاختيار، تقدروا تزيدوا غير في لو طون. انا ولادي كيبغيو بحال هكذا، شتي كيفاش كيجي؟ مي كيجي هائل بلا وصحي، يعني بلا مواد دسمه، يعني فيه غير الزيت تاع اللوز. وانا زينتو باللوز افيلي كما حمرتو. ايوا كنتمنى لكم تجربوا هاد الطريقه ديال الصفوف، راه كتجي بنينه وكتجي هائله. ومع هاد الكويس ديال اتاي رمضان، يعني ملي تجيو التراويح كنبغيو هاد الكاس ديال اتاي مع طريسيال ديال الصفوف. كنتمنى لكم رمضان كريم، الله يدخلو عليكم بالصحه والسلامه. وكنتمنى تكون فتكم بهذه الوصفه هذه ديال الصفوف. وكما كنقول دائما راكم مع ثيرموميكس كويزين ماروكان مع فاطمه. سلام عليكم وما شاء الله عليكم. الى فيديو اخر جديد ان شاء الله باذن الله.